This week on the agenda, supplying the future. Is the world really ready for the fourth industrial revolution? So when we talk about the fundamentals of logistics, we talk about things like time, place, utility. We have now tools like spend analytics in procurement that allow us to much better understand how can we run our supply chain. As President Xi Jinping stated, maintaining the resilience and stability of the global industrial and supply chains is a vital guarantee in promoting the development of the global economy. نشجع المستثمرين على ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستيه في الموانئ الرئيسيه او في هي الاقتصاد القناه السويس احنا مستعدين ليه عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقه لوجستيه مش لمصر للمنطقه كلها وللعالم لو امكن. الأكاديمية العربية وهو ده اللي دايما الحمد لله ان احنا يعني بنحققه في السنوات الماضية. هنشوف الأكاديمية يعني لو جينا بصينا للاعتمادات الدولية اللي كليات الأكاديمية وخريجيها بيحصلوا عليها هنلاقي يعني هتلاقي الأكاديمية يا اما هي الجامعة الوحيدة في مصر اللي واخد هذا الاعتماد دبل اي سي اس بي للنقل الدولي. دبل اي سي اس بي هي رحلة طويلة استمرت معانا أكتر من 5 سنوات لحد ما وصلنا للنقطة اللي احنا النهاردة جايين نحتفل بحصول الكلية على اعتماد الدبل اي سي اس بي. التحدي الأكبر كان قدامنا في هذا الاعتماد مش انه صعب الحصول عليه لانه ما بيحصلش عليه غير 6% من الكليات، لكن التحدي الأكبر كان ان احنا اولى الكليات في مجال النقل الدولي واللوجستيات اللي نتقدم في هذا الاعتماد، فاحنا اللي وضعنا ساعتها المعايير. والحقيقة اللي قاله وقتها فريق العمل من لجنة الاعتماد ان اصبح لديهم معرفة كاملة بتخصص كانوا مش على معرفة به. الرحلة بدأت في 2019 بأول تقرير، ثم تولت التقارير على مدار 5 سنين لحد 2023 إلى أن حصلنا على الاعتماد. اللي أقدر أقول إنه إنجاز اتحقق بتيم كبير من الكلية كان عارف من داي وان هو عايز يوصل لإيه ويوصل له إزاي. لما فكرت كلية النقل الدولي والوجستيات انها تحصل على اعتماد دولي، فكرنا في اعتماد يقدر ان هو يميز الطلاب والخريجين واعضاء هيئة التدريس بشكل مختلف، ويساعد الكلية في ان هو يعد الطلاب لحياة تعليمية واجتماعية ومهنية بشكل افضل. ودي هي الركائز الاساسية اللي بيعتمد عليها اعتماد الدبل اي سي اس بي، المشاركة والابتكار والتأثير، واللي اشتغلت عليهم الكلية الفترة اللي فاتت بشكل مكثف. بالنسبة لجودة العملية التعليمية، فاللي بيضمنها مش بس ان برامج الكلية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لكن كمان الاعتمادات سواء المحلية أو الدولية اللي حصل عليها الكلية. ده طبعا خلى في تحدي كبير للكلية في الحصول على أكبر وأقوى اعتماد أمريكي دولي وهو الدبل اي سي اس بي، واللي فكرته أصلا بتقوم على الـ continuous improvement أو التطوير المستمر. ده طبعا بيبقى من خلال أساليب أو طرق التدريس والتعليم والتعلم وأساليب التقييم المختلفة، بالإضافة إلى ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي أو بالجانب العملي، وده اللي بينعكس بشكل كبير من التدريب الطلابي. وده فعلا إحنا اشتغلنا عليه كتيم وورك، وتحقق من خلال فرص التدريب اللي الكلية بتحرص دائما إن هي تقدمها للطالب، وأيضا من خلال الاتفاقيات الدولية اللي الكلية بتعملها مع الجامعات الأجنبية سواء في أمريكا سواء في إنجلترا سواء في أسبانيا. أيضا من ضمن الحاجات اللي اتميزت بيها الكلية إن إحنا بنركز مع طالب كلية النقل الدولي والخريج كمان، وده من خلال الجوب فير أو الستودنت فورمز اللي بتتعمل بشكل أنيوال علشان نقدم فرص عمل. حتى مشروعات التخرج اللي الطلاب بيدرسوها بنهتم قوي إن هي تلمس الواقع، وده بيتم من خلال انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللي بيتم برضو بشكل سنوي، وبيتم عقد ورشات عمل علشان يتم مناقشة كل ما هو مستحدث في المجال، ومن هنا بنقدر ان احنا نستخلص بنقاط بحثية بيشتغل عليها طلابنا كمشروعات تخرج، ثم بعد كده بتطلع في شكل دراسات بيتم تقييمها برضو من قبل رجال الصناعة. عضو هيئة التدريس هو استثمارنا الأساسي في كلية النقل الدولي للوجستيات، من أول المنح اللي بياخدها في الماجستير أو الدكتوراه، أو الدعم للمكافآت البحثية، أو شراكته في المشاريع الدولية المدعومة من الاتحاد الأوروبي مثلا في تبادل أعضاء هيئة التدريس برضو مع الجامعات العالمية، بتأهله إن هو يكون عضو هيئة التدريس
متكامل قادر يربط العملي بالنظري عشان يفيد الطالب اللي بعد كده هيكون عضو فعال في المجتمع بتاعه. عندنا أكتر من مشروع، مثلا زي مشروع مية طاقة ومشروع تيك لوج من هيئة الـ ENICBC MED. والمشروعات دي مش بس بيشترك فيها أعضاء هيئة تدريس، بل كمان الطلاب اللي إحنا بنشتركهم من وهم لسه في الكلية مع قطاعات الأعمال من خلال هذه المشاريع. كانت الكلية لشؤون الطلاب بتستهدف في الأساس بناء شخصية الطالب. إحنا في الكلية كل ترم بنعمل أسبوع للأنشطة اللي هو CITL Week، بيتم التفاعل فيه ما بين الطلاب، والطلاب طبعا عندنا من جنسيات مختلفة، فبيحصل تفاعل ما بين الثقافات ديت اللي بيؤدي في الآخر إلى صقل شخصية الطالب. أيضا بينا قد إيه هي الخدمات اللي بتقدمها الكلية للطلاب، زي الرعاية الطلابية، زي الإعاشة والإسكان، زي الأنشطة الرياضية، الملاعب. عندنا كم عدد من الطلاب بنرعاهم. عشرين سنة فيها، فما بشوفش حاجة تانية مهمة في حياتي بعد بيتي غير الكلية. Professionalism. يعني CITL is our home and our comfort zone. بالنسبة لي عيلتي. هي التميز والتفرد وجودة التعليم. أنا أول دفعة أتخرج منها، فبيتي. Excellence. التميز. تجربة علمية مختلفة. كفاءة. عائلتي الثانية. بيتي الثاني. بيتي. I love in community. لما تشتغل على مشروع لمدة 5 سنين وتقابل فيه تفاصيل صغيرة on daily basis من تحديات تظهر لك وتحاول تتعامل معاها، وكأنها رحلة وشريط بيمر قدام عينيك، كأن بقول we did it، أخيرا عملنا هذا الإنجاز.